لما نحكيو على الموبايل فما غضب من المديرين الاسفاكس على وسائل الاعلام مش نجم. والله احنا نستغربوا في تصرف الجامعه مع القنوات التلفزيونيه. كان منتظر الاسبوع الفارط نقل مقابله النادي الاسفاكسي والمقابله اللي فاتت، ولكن للاسف سمعنا في اخر لحظه كون المقابله مش يقع نقلها، نظرا لكون ثم نتيج بين الجامعه و مشاكل مادية بينه وبين القناة. مرعنا للأسبوع هذا وقع تجاوز برميراكل، قاع تجاوز المشكل بيك دي شيك كانديداتي ومش عادوا مقابلة. حنا بعد عدد المقابلة الأسبوع هذا دو بوا دو مزيور. اليوم طلبنا احنا في غياب في ان تعرف انت في بس ما تعدونا حتى مقابلة الاسفاقسي مهمة كوشي المقابلات ربما مع الفرق اللي في المراتب الأولى. شفنا كونه ما نحرموش جماهيرنا، وتعرف اليوم هو يوم عمل باش نعديو المقابلة على قناة سي اس اس تي في. نعم منعوكم موقع منع الموقع الرسمي منعونا، وممكن يقول لك القانون هو عنده حق، ولكن القانون زاد يقول العدل في نقل المباراة. جمهور نادي الصفاقسي عنده حق، وخاصة ثم ريستريكسيون ما يجمش تحول المقابلات سيتو اللي ما يكونوش في الصفاقس، عنده الحق زاد باش يتفرج على فريقه كي كل الفرق والكل الاخرين. ماذا بينا يكون عادل في تلبية مطالب الجماهير اللي لعبت فريقهم، وخاصة في المقابلات اللي يكونوا اون دي باسمون. انت مش تحكي على النادي الاسفاقسي والبطوله، انتصار مهم في انتظار الاهم مباراه النادي الافريقي واللي مسكون معقوله بالطبيعه. والله انتصار مهم بطبيعه الحال، كل كما تعرف انت تشوف التقلبات اللي قاعده تصير في كل من جوله الى اخرى، هذا يعطي اضافه ويعطي حماس اكثر وتشويق اكثر للبطوله التونسيه. كل مقابله مهمه، يكون نادي الافريقي يكون الملعب الجيبس يكون متلو، يكون بالنسبه لنا كل مقابله هي مقابله كاس. هذه التوصيات اعطيناها اللاعبين، قاعدين نخدموا على رواحنا، قاعدين ثم حماس ثم الطموح بالنسبه للاعبين باش يرتقيوا الى ما احسن ولما والحصول على اللقب. ان شاء الله ربي يوفقنا باش تعدى مقابله، اولا مقابله طيبه ثم تكون ان شاء الله النتيجه لصالحنا وتكون نتيجه طيبه. اللاعبين واضحة، كنا عازمين باش ناخذ 3 نقاط رغم صعوبة المباراة ورغم احترامنا الكبير للمنافس اللي قبل اسبوعين جاب تعادل من سوسة، وهذا اللي خلانا ناخذ حذرنا ونستعدوا كما يلزم خاصة على المستوى الثاني. شفنا على مجريات المباراة كنا الأحسن، عملنا اللعب، خلقنا الفرص، ما جسمناهاش برشا لكن أهم شيء سجلنا وخذينا 3 نقاط مهمين. يقول لحم من المجهودات يعني حسب شوية خصنا في المنيل فنسان المنيل قبل ما شكرا. ما أقول لكش حسب تنقول لك ضر عليهم الرياق، لأنه لعبنا مباراة فوليوم كبير في المرسى على أرضية شفتوها الكل معناها صعيبة، عملنا مجهود بدني مضاعف، هذا اللي خلى اللاعبين يشعروا بشوية إرهاق في آخر اللقاء. أكثر مهم للنادي الأهلي الصفاقسي في انتظار المباراة النادي الأفريقي. والله صحيح المباراة ما كانتش سهلة، كانت صعيبة، كنا عارفين هذا. الحمد لله ربي وفقنا، عرفنا كيفاش نخرجوا بالتروا بوان تاعنا بالرغم من التعب وكل شيء. ان شاء الله نحضروا توا الماتش الكبير باكثر اريحيه ان شاء الله. نحكي على مباراه النادي الافريقي، النادي الافريقي دي مطالب دي لا شيء غير الانتصار، وكان حب ماشي يبقى ينافس على البطوله برضه. اي بالطبيعه ماشيين غادي بقدر ربي باش ندافعوا على حظوظنا لاخر لحظه، ماشيين باش نروحوا بالتروا بوان. ان شاء الله يكون ربي معنا وان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله نعملوا ماتش باهي ان شاء الله. ياسين مرياح انتصار مهم وكذلك مباراة كبيرة لثالث ظهور لياسين مرياح مع النادي الاسفاقسي. والله الحمد لله توفيق من عند الله، مباراة باهية، الأولاد كل عملنا ماتش كبير، جات ريوسيت في البلاريتي الحمد لله ربي، إن شاء الله نزيد نخدم على رواحنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلعبوا على المراتب الأولى في الشامبيونا. تو نحكي على مباراة النادي الأفريقي، انتصار للبقاء والمنافسة على البطولة، يعني البقاء في منافسة على البطولة. صحيح صحيح، بقينا في المشوار قعدنا نلعبوا على الشامبيونا كما قلت لك. ان شاء الله نمشيو غادي النادي الافريقي في رادس، ان شاء الله ننتصر ونجيبو 3 بوان تاعنا ان شاء الله.